بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن السي بي يو أو السنترال بروسيسنج يونت. هنتكلم عنها بشكل عام، مش سي بي يو بتاعت كنترولر معين أو بروسيسور معين. تمام. السي بي يو عموما بتتكون من جوه من كذا حاجة، هي مش حاجة واحدة. أول حاجة الريجسترز. تمام. بيبقى فيه جوه مجموعة من الريجسترز، والريجستر ده بيبقى عبارة عن مكان عرضه مثلا 8 بت او 16 بت الويتس بتاعه. في الغالب يستخدم لتخزين الداتا بشكل مؤقت زي رقمين هجمعهم، او ريجستر اخزن فيه مثلا الاستيتس بتاع حاجه معينه وهكذا. كل دي داتا بشكل مؤقت. طب ليه بخزنها هنا مش في الرام؟ اقدر جوه السي بي يو اقدر اكسس عليها بسرعه واكتب واقرا منها بشكل سريع. وطبعا الريجستر دي ممكن تبقى 8 بت او 16 بت او 32، وكل ما تكبر طبعا يبقى افضل. تاني جزء هنتكلم عنه وهو الـ ALU او الارثماتيك لوجيك يونت، ودي الوحدة المسؤولة جوه السي بي يو عن العمليات الحسابية والمنطقية، يعني الجمع والضرب والطرح والقسمة والاند والاور وما الى اخره. تالت حاجة وهي البروجرام كاونتر. تمام. البروجرام كاونتر بيبقى فيه الادرس بتاع الانستراكشن الجاي او نيكست انستراكشن. يعني ايه انستراكشن اصلا؟ انستراكشن يعني امر. انا لما باجي اقول له اد موف اد، او يعني اد اجمع رقمين او موف انقل الرقم ده من هنا لهنا، ده اسمه امر او انستراكشن. تمام. انا خلصت مثلا انستراكشن 5 وعاوز انفذ انستراكشن 6، انا في نهايه انستراكشن 5 بزود البروجرام كاونتر اخليه فيه 6، بحيث ان الامر الجاي اللي هيتنفذ رقم 6. طيب 6 دي مثلا باينري هتبقى ايه؟ 0 1 1 والباقي صفار لو هو مثلا 13 بت او 10 بت. تمام. الرقم المكتوب جوه البروجرام كاونتر اللي هو بتاع النكست انستراكشن ادرس، يعني ده بيشاور على المكان في المون اللي فيها البرنامج، بيروح يقول له نفذ الامر اللي في المكان رقم 6. تمام. يبقى الداتا اللي فيها هتطلع فين؟ هتطلع على الادرس بس. يبقى الادرس بس ده هيروح على المكان رقم 6. تمام. وبعد كده هتعمل له ديكودنج وتعمل له فيتش من خلال السي بي يو عشان اقدر اجيبه وانفذ الامر. بعد ما عملت فيتش للامر اللي هو مثلا في ادرس 6 في البروجرام ميموري، الانستراكشن ديكودنج، اصلا الامر ده مبيبقاش اسمه موف، هو في الاخر يا زيرو يا ون. فمثلا بيبقى مجموعه من الارقام الباينري، مثلا 68 هيكس احولها باينري يطلع زيرو وانز كتير. الرقم ده في الهيكسا ليه معنى، المصنع هو اللي بيبقى عامل اللوجيك جيتس بشكل معين بحيث لما يجيلك ده معناه جمع. تمام. بتعوز وحده تعمل انستراكشن ديكودنج، يعني لما يجيلها الامر تفهم هو ده جمع طرح اسمه موف لود وهكذا. عندي هنا بيس اوف كود او حته من كود عشان يوضح الدنيا بشكل اكبر. في امر اسمه موف. تمام. انت بتقول له موف القيمه اللي اسمها 21 هكس في ريجستر ايه. امر موف ده رقمه الانستراكشن نفسه بي 0 والاتش دي هكس. تمام. يبقى ده قيمه الامر اللي هيتعمل له ديكود. يبقى الانستراكشن ديكود لما يجي له بي 0 هيفهم ان ده امر موف، ودي الفاليو. تمام. وده المكان. يبقى انا هخزن في ريجستر ايه قيمه 21 هكس. تمام. بعد كده هقول له اجمع 42 هكس على القيمه اللي في ايه في الريجستر ايه اللي هي 21 هكس. تمام. وبعد كده اكتب تمام او اد فاليو 12 هكس للريجستر ايه. تمام. فده معناه ان انت اجمع على ريجستر ايه تاني قيمة 12 هكس. تمام. يبقى انا دلوقتي جمعت على ريجستر ايه، اول حاجة حطيت في ريجستر ايه 21 هكس، وبعدين جمعت على ريجستر ايه على 21 يعني 42 هكس، وبعد كده جمعت على 21 هكس اللي هو ريجستر ايه جمعت عليه 12 هكس. تمام. ده مثال بسيط لكود اسمبلي. الانستراكشن سيت اللي هو امر موف واد وارقامها او الكود بتاعها، يعني ده كده
الكود ده اللي موجود في البروجرام ميموري زيرو وانز، تمام. هو لما بيلاقي بي زيرو دي هتحولها اصفار وحيد، ده معناه موف. دي بتختلف من مصنع لمصنع، من مايكرو كنترولر لمايكرو كنترولر، وفي حاجات حتى عدد الاوامر فيها مختلف. يعني هنا مثلا في الاتميل او في البيك اكس عدد مثلا 32 او 34، في الاتميل حاجه و80 مثلا. ده كان بشكل مختصر شرح للسي بي يو من جوه عامله ازاي. لما نيجي نخش نشتغل في الاي في ار هنشرح بشكل مفصل على حاجه معينه. شكرا.